سنة 4 هجريا وسيدنا رسول الله راجع مع الجيش من غزوة ذات الرقاع، لقى إنسان متأخر بالجمل بتاعه ورا الجيش، فرجع له النبي عليه الصلاة والسلام بالناقة بتاعته. لقى سيدنا جابر ابن عبد الله، فقال له: مالك يا جابر؟ قال له: يا رسول الله، الناقة بتاعتي مريضة مش قادرة تلحق الجيش، وأبويا مات قتل السنة اللي فاتت في غزوة أحد، وساب لي 9 إخوات بنات. قال له: اتجوزت؟ قال له: آه، اتجوزت ست كبيرة عشان تعرف ترعاه. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم حالة من الانكسار عند سيدنا جابر في روحه المعنوية، فدار بينه وبين سيدنا رسول الله حوار رجع سيدنا جابر بن عبد الله إنسان جديد للمدينة بعد كده وكمل حياته. ممكن أقدر ربنا سبحانه وتعالى تبعت لك حد يرفع من روحك المعنوية زي ما سيدنا رسول الله عمل مع سيدنا جابر بن عبد الله، لكن لو ده ما حصلش دي مسؤوليتك إنك تقوم روحك المعنوية كل ما تتكسر، لأن روحك المعنوية هي وقود الإرادة وإرادتك هي وقود الإنجاز. وبالتالي السؤال بيطرح نفسه: إزاي واحد سلوكياته وأفكاره تكون هي اللي بتضعف روحه المعنوية وبتمتص إرادته؟ ولما احنا عارفين إن الدنيا دي دار ابتلاءات ومحن ممكن تجيب الإنسان وروحه المعنوية في الأرض، إيه اللي موقفنا إن احنا نتعلم إزاي نتعالج ونعافي هذه الروح لما تنهك وتمرض؟ تعالوا نعيد بناء علاقتنا بروحنا المعنوية ونحفظها من الانجراف وراء الضعف والوهن وقلة الحيلة، ونستطيع إن احنا نتعافى ذاتيا بعد كل أزمة، ونعيد التوهج والإرادة في رحلة حياتنا.